دونك نعطيو واحد نعطيو بسطيله الحوت بطريقتي انا بسطيله الصغار تاع الحوت بطريقتي انا غنشرح لهم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. دونك عندي كيلو الكروفيت كيلو ديال الكالامار جوج كيلو ديال الحوت بيض يا اما الكولان يا اما الباجو يا اما الاسبادون اللي بغاو نص كيلو تاع عصير الحامض نص كيلو ديال الشامبينيون فري الا ما كان شامبينيون فري ديروا جوج حكاك جوج علب الملحه البزار هريسه تحميره الكمون الملحه والبزار راه معروفين معلقه صغيره على حساب الطوق ديال الهريسه معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال الكمون واحد الباكيه ديال الفيرميسيل هذا سميتو ديك كركوبه ديال الثومه ايه واخا كركوبه ديال الثومه وشويه ديال الزيت العود وشويه ديال الزبده دونك اول حاجه تنشدو المقله تنديرو فيها الزيت العود والزبده تندير في هذيك الثومه بيان سور اشي مدايره تنزيد عليها القزبر ومعدنوس واحد جوج قطات كبار وتنزيد على العصير الحامض وتنزيد على ديك لي زيبيس ديك العطريه تنزيدهم عليها كلهم تنطيب هذا الشيء كامل على بوطه مهيله تنحيدو من فوق البوطه تنشد دوك الحوت تنكون هذا درتهم على فابور طيبت كل شيء على فابور طيبتهم في الكسكاس تنطيب الكولان هو الاول داك الميرلون الغليظه وداك الشيء هو الاول تنقطعهم طريفات غلاط من بعد تنطيب الكالامار تنقطعهم طريفات غلاط من بعد الكروفيت غير تنطلع فيه دغيا الهواء غير تنطلع فيه داك الهواء باش ما يطلقش ليا الماء في البسطيله وتنحيدو وداك الماء اللي بقى ليا في البرمه هو اللي ترقد فيه الفيرميسال ايه باش كتجي تاهي فيها البنه باش كتجي تاهي فيها البنه دونك تنصفيها تنقطعها مزيان رقيقه وتنشد هذيك المقله اللي طيبت فيها داك الربيع وداك الشيء تنقسمها ايه الوغ تنقسمها تنشد بعدا لي شامبينيون حتى هما تندير لهم شويه الزبده وشويه زيت العود ونفس العطريه اللي درنا تندير لهم شويه هما تنصوطيهم الوغ تنشد هذاك القزبر ومعدنوس اللي طيبنا في المقله تنقسمو على واحد شويه تنزيدو فوق الحوت شويه تنزيدو فوق الكالامار شويه فوق الكروفيت شويه فوق الفيرميسال وشويه فوق داك الشامبينيون وعاد تنبدا نعمر هذا البسطيله ديالي دونك تنشد داك الحوت تنخلط النص اكثر من النص ديالو مع الفيرميسال تنديرو هو التفريشه الاولى وتنخلي الحوت تنخلي داكشي اللي بقى ليا الفوق في البسطيله بيان سور هادشي اللي تنقول لكم راه باش يحضروا حتى الصغار ايه يديروا بسطيلات صغار نوجدوهم رمضان انا داكشي علاش عطيتها لهم ان شاء الله دونك تنحطوا من فوقهم الشامبينيون ابخي الكالامار سواء مقطع سواء ديروندي اللي بغاو همايا ومن بعد تنحطوا داك الكروفيت هو الفوقاني تنحطوا داك الحوت اللي شيتنا اللي النص اكثر من النص خلطنا مع الفيرميسيل وخلينا طريفات دونك تنحطوه حتى هويا ومن بعد تنحطوا الكروفيت اللي بغات تحك فوق الفرماج تحكو انا شخصيا زعما غالبا ما تنحكش بالفرماج تنخليها اييه تنخليها الا بغيت نزيد شي زويقات راه تنزيدهم من الفوق من الفوق انت بحالي انا ما تنبغيش المذاق الفرماج لداخل في الحشوه كنبغي يبقى باقي في وسط التزيين ممكن اييه فوالا اللي تزين لا بغاو يديروه نعطيك الصحة تبارك الله عليك